الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في درس الحاسب الآلي مقرر حاسب واحد للمرحلة الثانوية. درسنا لهذا اليوم إكمالا لما تعلمناه في الدروس السابقة في مراحل صياغة حل المسألة، وبعد ذلك بإذن الله عز وجل ننتقل لكتابة وتنفيذ البرامج بإذن الله عز وجل. كنا أخذنا في الدروس السابقة خطوات تحليل عناصر المسألة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة كتابة الخوارزميات، ثم بعد ذلك ننتقل في هذا اليوم إلى رسم مخطط الانسياب، والذي سوف نتعلم فيه آلية رسم مخطط الانسياب. درسنا لهذا اليوم رسم مخطط الانسياب. أولا، ما هو مخطط الانسياب؟ هو تمثيل بياني أو رسومي لخطوات الخوارزمية. الآن في المرحلة السابقة كنا كتبنا الخوارزمية للمسألة والطريقة المنطقية التي سوف نتعامل بها مع المسألة الحسابية التي سوف نقوم ببرمجتها بأحد لغات البرمجة. بعد ذلك نقوم برسم مخطط الانسياب. قد يسأل أحدكم فيقول: ما الهدف من رسم مخطط الانسياب؟ نقول لك: أولا، توضيح الطريقة التي يمر بها البرنامج. في الخوارزميات نبدأ بداية من الأسفل للأعلى، نبدأ بالمخرجات، ثم أو في تحليل عناصر المسألة بالمخرجات، ثم بعد ذلك نبدأ بالمعطيات والمدخلات المطلوبة، ثم بعد ذلك نبدأ بالعمليات. في الخوارزمية لا، سوف في الخوارزمية نذكر ترتيب العمليات المنطقية، أما في مخطط الانسياب نذكر آلية انتقال البرنامج من خطوة إلى خطوة حتى يصل إلى النهاية. فنبدأ بالبداية حتى نصل إلى النهاية بإذن الله عز وجل. فنوضح الطريقة التي يمر بها البرنامج من خلال المدخلات، ومن ثم المعالجة، وأخيرا المخرجات. كذلك الفائدة الأخرى والهدف الآخر من رسم مخطط الانسياب: في حالة أردنا تطوير هذه البرمجية فإننا نطلع على مخططات الانسياب وآلية تدفق البرنامج والبيانات في عمليات تسلسل الخوارزمية، ثم بعد ذلك نقوم بإجراء التعديلات والتطوير على هذه المخطط أو على هذا البرنامج. لدينا مجموعة من الرسومات التي سوف نستخدمها في البرامج أو في رسم مخططات الانسياب، ويوجد هناك عديد من البرامج التي تقدم هذه الخدمة بإذن الله عز وجل. الرمز المربع منحني الزوايا أو المستطيل منحني الزوايا، هذا يدل على البداية ويدل على النهاية. فإذا اطلعت على مخطط انسياب ووجدت مربع منحني الأضلاع أو منحني الزوايا، فإني أعلم أنه في البداية ثم في الأخير في النهاية. فيجب أن يكون بداية الخوارزمية بهذا المربع أو هذا المستطيل، ونهايتها كذلك بهذا المستطيل. الرمز الآخر، ويجب أن تحفظ هذا جيدا حتى تسهل عليك فهم مخططات الانسياب، متوازي الأضلاع يدل على عمليات الإدخال أو عمليات الإخراج. مثلا المستخدم يطلب منه البرنامج أو البرنامج يطلب من المستخدم إدخال الطول والعرض مثلا في حسابة مساحة في حساب مساحة المستطيل، فإنه يقدم لنا أو يعطينا الرمز هذا المدخلات. في حالة أنه أوجد الناتج وقام بإجراء العملية يخرج لي الناتج من خلال متوازي الأضلاع. المستطيل هذا يدل على العمليات. بالنظر المباشر على مخطط الانسياب مباشرة أتجه إلى المستطيل لكي أرى ما هي العمليات التي سوف أقوم بتنفيذها في هذا البرنامج. القرار أو الشرط: في حالة أن في البرنامج سؤال يحتمل الإجابة بنعم أو لا، فإني
استخدم رمز القرار الرمز او المعين، وبعد ذلك في حالة انه كانت الإجابة نعم يكون يستمر في اتجاه، في حالة الإجابة لا يرجع او يتجه الى اتجاه اخر. الرمز او الأسهم تدل على اتجاه سير البرنامج، اتجاه سير البرنامج. الدائرة هي عبارة عن توصيل في حالة إن كان في قرار ثم فيه عودة من خلال الأسهم، يكون فيه نقطة لاتصال البيانات عن طريق الدائرة. لنبدأ الآن في الأمثلة، والتي بإذن الله عز وجل من خلال هذه الأمثلة سوف نمر على دروسنا في الدروس السابقة بمراجعة سريعة، وهي خطوات حل المسألة بشكل كامل. مثال عليه، طلب منا في السؤال قم بصياغة حل لحساب مساحة مستطيل المخرجات، حساب مساحة المستطيل. إذا علمت أن قانون حساب مساحة المستطيل وهذا نحتاجه في العمليات هو الطول ضرب العرض، نبدأ في الخطوة الأولى تحليل عناصر المسألة، ثم كتابة الخوارزميات، ثم بعد ذلك رسم مخطط الانسياب. مخرجات البرنامج في تحليل عناصر المسألة، مخرجات البرنامج مساحة المستطيل، المدخلات هي الطول ونرمز له بالرمز A، والعرض B ونرمز له بالرمز B. العمليات هو قانون حساب مساحة المستطيل الذي أعطانا إياه في السؤال. انتهينا من المرحلة الأولى اللي هو تحليل عناصر المسألة وحللناها بشكل صحيح. ننتقل للمرحلة الأخرى، كتابة الخوارزميات. أولا نختار أدخل A وأدخل B. ولماذا نستخدم الرموز في البرمجة؟ لأنه لا يمكن التعامل بدون الرموز في عملية تعريف المتغيرات. فإذا كتبنا رقم هذا معناه ثابت، والثوابت لها استخدامات سوف نتطرق لها بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل في آلية التعامل مع البيانات. بعد ذلك نقول اجعل M وهو مساحة المستطيل يساوي A ضرب B. بعد ذلك اطبع لنا M الذي هو خزن من خلال هذه المعادلة، خزن قيمة الـ A ضرب الـ B الذي هو مساحة المستطيل، ثم بعد ذلك النهاية. نأتي إلى رسم مخطط الانسياب لهذه الخوارزمية. أولا البداية، ثم اتجاه تدفق البيانات، ثم بعد ذلك اخترنا رمز متوازي الأضلاع الذي يعطينا إما مدخلات أو مخرجات، وطلب منا في هذه الحالة إدخال مدخلات الـ A والـ B. بعد ذلك أعطانا المستطيل الذي يدلنا على العمليات وهو الـ M يساوي الـ A ضرب الـ B، ثم بعد ذلك أعطانا متوازي الأضلاع والذي أعطانا مخرج وهو قيمة الـ M والذي يمثل مساحة المستطيل، ثم بعد ذلك وصلنا إلى النهاية. بهذا السؤال كنا مرينا على جميع خطوات حل المسألة. ننتقل إلى سؤال آخر، السؤال كالتالي، وهذا سوف نستخدم فيه القرار. ارسم مخطط الانسياب للخطوات الخوارزمية لقراءة العدد إذا كان موجب أو إذا كان سالب أو إذا كان صفر. وفي هذه الحالة قبل أن نبدأ في التفاصيل نحتاج أن نفكر تفكير منطقي، ما هو السؤال الذي سوف أطلب البرنامج أن يسأله المستخدم، وعلى أساس هذا السؤال سوف يقوم بتحديد العمليات. هو إذا كان الرقم المدخل أكبر من الصفر فهذا العدد موجب، وإذا كان أقل من الصفر فهذا العدد سالب، وإذا كان صفر فهو يكتب أن العدد مساوي للصفر. نبدأ في تحليل عناصر المسألة. المخرجات يخرج لي أحد العبارات التالية، العدد موجب أو العدد سالب أو العدد مساوي للصفر. المدخلات هو أي عدد يقوم بإدخاله المستخدم، ولنرمز له بالرمز A. العمليات مقارنة العدد بالصفر، فإذا كان أكبر
موجب، وإذا كان أصغر سالب، وإذا كان مساوي فهو صفر. كتابة الخوارزمية ندخل العدد الأول، بعد ذلك نسأل السؤال من خلال جملة الشرط. إذا كان العدد صفر أكبر من الـ A اطبع عبارة العدد موجب. وهنا تنبيه، في البرمجة نستخدم اللغة الإنجليزية، وهذا الرمز بالعربي هو أصغر لكن باللغة الإنجليزية أكبر، فحتى أختصرها لك بأسلوب يعني قد لا يكون ثابت في ذهنك، الأكبر في العربي مع حرف الكاف والأصغر عكسها، وباللغة الإنجليزية استخدم العكس. ففي السؤال هذا العدد صفر أكبر من الـ A اطبع لنا أن العدد موجب. السؤال المنطقي الآخر، إذا كان العدد أو الشرط المنطقي الآخر، إذا كان العدد أصغر من الصفر اطبع لي أن العدد سالب، عدا ذلك اطبع أن العدد مساوي الصفر ثم النهاية. نبدأ الآن في رسم مخطط الانسياب، وسوف نجري تجربة على الأربع أرقام بإذن الله عز وجل، الصفر والأربعة والسالب سبعة بإذن الله عز وجل. بداية ثم بعد ذلك أدخل العدد A، بعد ذلك نبدأ بجملة الشرط أو يسمونها القرار. إذا كان العدد A أكبر من الصفر فإن إذا كان أكبر من الصفر نعم يطبع لنا العدد موجب، وإذا كان لا يستمر في الخطوة التالية. وكذلك السؤال الذي يليه والسؤال الذي يليه، نكمل البيانات ثم بعد ذلك نبدأ بالإجابة. بدأ الآن المستخدم بإدخال العدد، لنفرض الصفر، العدد صفر، سأل السؤال هذا هل العدد صفر أكبر من الـ A؟ الجواب لا، استمر. هل العدد صفر هو العدد A اللي هو يحوي قيمة صفر أصغر من الصفر؟ الجواب لا، استمر، اطبع أن العدد مساوي للصفر، وصل إلى النهاية. في الرمز أو في الرقم الآخر، لما أدخل المستخدم الرقم 4، في السؤال الأول هل العدد A أكبر من الصفر؟ الجواب نعم، اطبع أن العدد موجب ويصل إلى النهاية. طيب، ويكون هنا نقطة التوصيل اللي هو الدائرة. بعد ذلك نستخدم الرقم سالب 7، يبدأ المستخدم أدخل الرقم، جاء السؤال الأول هل العدد A أكبر من الصفر؟ الجواب لا، استمر. هل العدد A أصغر من الصفر؟ الجواب نعم، يذهب ويطبع العدد سالب ثم بعد ذلك يتجه إلى النهاية، ويكون هنا التوصيل اللي هو رمزنا له بالرمز الدائرة. السؤال الذي يليه، قم بصياغة حل لطباعة الأعداد الزوجية من 2 إلى 50. في البداية سوف أفكر تفكير منطقي في هذه المسألة الحسابية، ثم بعد ذلك أبدأ بعمليات الحل. التفكير المنطقي، ابتدأنا من العدد 2 وهو يرغب في طباعة الأعداد الزوجية، فنقوم بطباعة العدد 2 ثم نجعل البرنامج ينتقل بإضافة 2 ثم إضافة 2 ثم إضافة 2 حتى يصل إلى العدد 50، ويكون في شرط في الأخير إذا وصل 50 توقف عن الإكمال. مخرجات البرنامج أعداد زوجية من 2 إلى 50، المدخلات لا يوجد لأن قمنا بإعطاء المدخلات من خلال المخرجات في نفس السؤال، الانتقال من عدد زوجي إلى عدد زوجي آخر. الأول اجعل القيمة الابتدائية للـ A 2، بعد ذلك اطبع 2 ثم بعد ذلك أضف على قيمة المتغير A خانة رقمين رقمين رقمين. الخوارزمية كالتالي، في البداية ثم بعد ذلك نقوم بإسناد القيمة 2 في المتغير A، ثم بعد ذلك نطبع الـ A، ثم بعد أن طبعنا الـ A نقوم بإضافة من خلال عملية المعالجة
نقول القيمة السابقة 2 زائد 2 فيكون ناتج 4، ثم يطبع يتأكد هل الأربعة أكبر من 50؟ إذا كان الجواب لا يستمر ليعود، نعم. إذا كان لا رجع وعاد إلى النقطة هذه ثم يبدأ يطبع القيمة اللي قلنا 4، ثم يبدأ بالعملية مرة أخرى فيكون ناتج 6، ثم يسأل السؤال هل الستة أكبر من 50؟ يقول لا، ويعود ويطبع الستة، ثم يبدأ بالعدد الذي يليه حتى يصل إلى الرقم 50، ثم بعد ذلك يعود ويطبع 50، ثم إذا أضاف 52 يسأل السؤال هل عدد 52 أكبر من 50؟ يقول الإجابة نعم، ينتقل إلى نهاية البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا. كنا شرحنا رسم مخطط الانسياب، وهو تمثيل بياني أو رسومي لآلية تدفق البيانات أو تسلسل العمليات الحسابية داخل البرنامج هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.